خبرا ألقيه لمن ألقى السمع وأحضر حجرة. أرأيتم بشرا يعطى سمعا يعطى بصرا وله قلب يقرأ تنقصه خبرة؟ أولم يقرأ زبر الكتب العظمى؟ أولم يقرأ في قدم الله الأسمى قلم لو كانت أشجار الدنيا أقداما والبحر مدادا ويمد بسبعة أبحر لن تبلغ حبرة؟ فليخرج وليجمع ما شاء من الآراء ويلاقحها في رأي واحد، قد يأتي رأي فحل ينجب فكرة، وليمزج ما شاء من الألوان، قد يأتي من غسق الألوان لون يتزين في لوحة. أفلا سأل الشجرة عن قصتها من قاع الجذع إلى الثمرة؟ سيراها جذع يبس ينهل من وحل منتن يسقي غصنا يخرج زهرة. هل يقرأ حدرا للجذع اليبس بعين ذبابة، أم يقرأ صعدا للغصن الأخضر بعين النحلة؟ وليستبس من نارها هدى، كم جذوة آوت هدى لله تلك الجذوة. وليخرق عمق الأرض سيراها أحجارا، كم من حجر أخفى تبرة. وليتمهل وليصبر، فالعلم مرار مسلكه، وليسأل هل موسى أوتي صبرا؟ هذا قولي، والأرض قرار وهي تدور، طين يحمل طينا يمشي بين سبيلين، إما طين لزب يمكث في الأرض ويكسوها خضرة، أو طين يبس قاع موقع إعصار ترهقه قطرة.